يا شيخ جاء رمضان ولم أصم ما تبقى معي من رمضان الماضي، وقلت أن علي يعني إخراج كفارة نعم عن كل يوم يعني إطعام مسكين. نعم. هل يصح يا شيخ أن أخرج الكفارة قبل وقت الصوم؟ يعني أني أخرج الكفارة قبل الصوم. إيه لا بأس عليك في ذلك، يجوز. زين، ويعني مثل شنو تكون الكفارة يعني؟ إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتي، أنت قادرة على الكفارة ولا في مشقة عليك؟ زين يا شيخ، يعني يصير أخري مبلغ من المال يعني حتى أقل كذا؟ لا بد يكون طعام، اشتري طعام يكفي. يعني أنت كم يوم عليك؟ يعني 7 أيام. 7 أيام، اشتري مثلا 5 كيلو رز أو مثلا 10 كيلو، هو كل مسكين يكفي نصف كيلو عموما. فأعطيها عائلة، أعطيها عائلة فقراء مع مثلا شوية كوسة أو طماطم أو شيء إدام وبس، ويكفي هذا. يعني ما يصير مبلغ من المال؟ لا ليس مبلغ من المال، أصلا يكون طعام. بارك الله فيك.